definition. المينوبوز مشان نحكي المينوبيشن تخلق في المينوبوز هي أتليست 12 months ما في مس أوكي؟ بعد هيك أي بليدنج بصير اسمه بوست مينوبوز طبعا المينوبوز إيش تقريبا في الأردن عادة around 50-51 هلأ طبعا في مرضى بصير في عندهم early مينوبوز premature مينوبوز المينوبوز مشان نحكي خلص دخلت في المينوبوز بدها ونير no bleeding بعد هيك later on بتيجي البيشنت بالبليدنج البليدنج ممكن يجي بسبوتنج ممكن مايلد مودريت او سيفير اكتيف بليدنج اوكي ممكن ريكرنت يصير عندها ريكرنت بالبوست مينوبوز البليدنج الموست كومن كوز اندوميتريال كانسر فايبروسيس اتروفيك سواء فاجينا او اندوميتريال هاي الموست كومن كوز الموست سيريس كوز مالينس اندوميتريال كانسر اوكي فاي مريضه بتيجي بوست مينوبوز بليدنج مو هات او سيريس اللي هو مالينس طيب الكوزز زي ما حكينا الموست كومن هي بتكون اتروفي ممكن البيشنت سيلفي ماشي على اتش ار تي اللي هرمون بيعمل ويدرول بليدنج ممكن يكون كانسر هايبرجليزيا بوليب سيرفايكال كانسر او انفكشن او بليدنج فروم اني اذر source أو الصوت. هلا راح نحكي عن أشياء ممكن تعمل بليدنج اللي هي بوليب. البوليب زي ما أنتم شايفين هون بتبين عبارة عن اللي هي أوفر جروث الإندوميتريال جلاند والستروما وكوز لا اللي هي بيري مينوبوز وبوست مينوبوز بليدنج. يعني هذول المرضى بيجوا قبل المينوبوز بصير عندهم بليدنج سواء هيفي أو الموست اللي شو السيمتومز أوف البوليب بليدنج. انتر منسوال بليدنج وبوست كويتر اوكي طبعا البوليب اندر استروجين افكت ممكن بسفير عاده بيكونوا بينال بس في ريسك رير ريسك للمالجنانسي الاتروفي اللي هي البيرمونوبوز بيصير فيها بيبطل في عندنا استروجين فاللايرز كلياتها بتصير اتروفايد وبصير في عندنا ممكن من الاتروفي اللي هي ان اذا صار في اي كونتاكت ممكن يصير في عندهم بليدنج اوكي هاي الاتروبي لانه الاستروجين بالبوست مينوبوز هرمون افكت كلياتها الاوفري ببطل في استروجين فببطل اللي هو الاثيريال اندر استروجين افكت فبصير اتروبي فبيعمل بليدنج هي موست كومن كوز البوست مينوبوز البليدنج الفايبرويد زي ما حكينا الفايبرويد ممكن يكون كمان كوز البليدنج بالبوست مينوبوز عادة بيكونوا بالبري أو البيري مينوبوز بس ممكن يصير في عندهم بليدنج بالبوست مينوبوز الكور بيكون بلوك أدينوميوسيس حكينا عنه كمان اللي بيكون الجلاند والستروما انسايد الميوتريال وول أو مسل والدياجنوسيس هي اللي هي عادة الفاينل دياجنوسيس أثر هلا في البري كانسرس ليجن اللي بتعمل كمان بوست مينوبوز بليدنج هي هايبر بليزيا الهايبر بليزيا نوديز بقسموها ل تو تايبس في عنا اللي هي with اتيبيا او without اتيبيا زمان كان الكلاسيفيكيشن لها فور تايبس سمبل وكومبلكس السمبل with اتيبيا without الكومبلكس كمان نرجع نقسمها with و without هلا صارت خلص with او without اتيبيا تقريبا 10% من البوست مينوبوز بليدنج ممكن يكون عندهم هايبر بليزيا اذا هذول بيجوا بسبوتنج بوست مينوبوز نعمل لهم الدياجنوستيك كيف بتكون بايوبسي على الالتراساوند شو يبين ممكن تكنس اوكي ناخذ بايوبسي البايوبسي الهيستوباثولوجي بيرجع انه في عندنا هايبر بليزيا وهايبر بليزيا ود اي تي بي وداوت اي تي بي اكوردنج لي راح تكون المانجمنت ال HRT في مرضى بيكونوا ماشيين على هرمونز في مرضى بيصير بريماتشور اوفيريان فيلر بيمشوا على ال HRT فهذول متوقع انه يصير عندهم اللي هو اسبوتين او مريضه في عندها بريست كانسر فتاخذ تاموكسيفين هذا الاستروجين كمان راح يرجع لهم ممكن بوست مينوبوز والاذر ميديكيشن مالي الانتي كوأجلانت كثير مرضى بيجوا على الباطنه في عندها انيميا الكوز بتكون بيش او صار عندها بوست مينوبوز بليدنج وانيميك سمبلي باش تلاقيها ماشي على الفرين الدوز مش ظابطة فهدول ممكن يكون الكوز اللي هو ميديكال او دراج انديوست بليدنج
طيب هلا الدياجنوستيك ابروتش اهم شيء تقول اوت مالينسي، فمشان هيك اي مريضه عندها بوست منوبوزال بليدنج المفروض نعمل بايوبسي، البايوبسي بتحكي لنا في مالينسي او نورمال. طبعا في ريسك فاكتور احنا للاندوميتريال كانسر والهايبربلازيا، الريسك فاكتورز اللي هم الايج عاده بيكونوا بوست منوبوز، الريس اكثر بالوايت نون ليبارس والانفيرتايل ويمن، الايرلي مناركي ليت منوبوز، الريجولار سايكل، البرولونج ان اوبوز سيزون زي حالات اللي هم مرضى البي سي او اس، هذول هاي ريسك للهايبربلازيا والمالجنسي، اللي عندهم اوفريان تيومر سكريتنج استروجين كمان هاي ريسك فور البوست منوبوز بليدنج، تامبوكسيبين الدراجز family history, lunch to obesity or diet. طبعا الاشياء اللي بدك تسالها بالبوست لاي مريض بتيجي بوست منوبوزال بليدنج في عندنا لهم ليست لازم تسالها عنهم. عن البليدنج الاماونت متى بلش ريكرنت فيرست تايم، في اي انفستيجيشن عملها قبل هيك، في بايوبسي اتاخذت قبل هيك، في عند هالبيشنت اي ريسك فاكتور انه يكون اندوميتريال كانسر او بري كانسرس، الديوريشن، الاماونت، اذر سيمتومز، بين، فيفر، تشينج بالبول او اليورينري فانكشن، لوس اوف ابيتايت، الويت لوس، هذول كلياتهم ساين سيمتومز ممكن تقول اكشلي الكانسر بالمريض. تاخذ اي انديكيشن، اوبيز، دايريتك، فاملي هيستوري، كل هذول ممكن يساعدونا تو دايركت للدياجنوسيس. الاكزام بدهم كل اكزام، كل ورك اب، بادي ماس اندكس، السكن، البلانت هايكوموسيس، ليدنج، تروما، بلبك اكزام، ممكن لازم نعمل باي مانوال اكزام، الترا ساوند، بلبك الترا ساوند، سبيكولام اكزام ونعمل سي. اوكي؟ اي مريضة اللي هي سبيسيفيك تايني لازم نعملها بلبك الترا ساوند، باي مانوال اكزام، سمير، سبيكولام ناخذ سمير، بلس اندوميتريال بيبس. هلا الإيفاليويشن باي ترانسفاجينال ألتراساوند مور أكوريت، أبدومينال أو فاجينال، الأحسن ترانسفاجينال ألتراساوند بنشوف اللي هو الإندوميتريال ثيكنس. هلا بالمونوبوز المفروض تكون ثين فور أند ليس، هلا وانس بلش في ثيكنس معناته ممكن تكون أبنورمال وممكن تكون نورمال، مش شرط إنها اللي بيحدد لنا اللي هي هلا الاندوميتريال بايبسي تتاخذ اما عن طريق بالاوت بيشنت اللي في شيء اسمه بيبل سامبل، بس هاي مش سبيسيفيك، ممكن تاخذ من اريا ما فيها شيء، الاحسن انه ناخذ باي اللي هي كيوريتاج اندر هيستروسكوب. هلا متى بنعمل بايبسي؟ اذا تك اندوميتريال مور ذان 4 ملم، اذا مبين بالالتراساوند في زي بوليبويد ستراكشر او ماس، في كولكشن في فلويد بالميوتراس، الاندوميتريال تكون هيتيرو جينيسيتي لها، البليدنج يعني بيرسيستنت بليدنج، والاندوميتريال ما ادكتلي بالمرات مش شايفين اندوميتريال في فايبرويد في اي شيء في ادينومايوسيس، فاحسن ان نعمل اندوميتريال بايوبسي. هاي الشارت بيفرجينا كيف بنحاول الابروتش لاي مريضه عندها بوست منوبوزال بليدنج، اللي هي الثيكنس انديكيشن فور في انديكيشن نعمل بايوبسي ولا لا. لا إذا كانت thin مثلاً for first time أظن ممكن يكون واحد، بس إذا صارت recurrent حتى لو thin وأقل من 4 لازم نعمل أوكي. هلا الريفير اللي هو سواء للجايني إحنا نحكي للناس اللي بيشوفوا primary care زي family medicine زي مراكز صحية، إنه المفروض يتحول للجايني. الجايني بيعمل الأشياء اللي حكيناها، اللي عنده مثل البيبس إذا طلع كانسر المفروض to repair for oncologist. التريتمنت في البوست منوبوز ديبينز على البوز، اذا كان في عنا اتروبي هذول بدهم بس اشياء زي الابريكان ممكن لوكال استروجين بتتحسن امورها، الهايبربلازيا اذا كانت without اتيبيا هذول ممكن يستفيدوا من without اتيبيا من بروجستيرون لانهم بيكون عن ان اوبوز استروجين، فهذول تعطيهم بروجستيرون continuous use للاستروجين للبروجستيرون هاي دوز either oral أو الأحسن مايرينا تاخده without اتيبيا بدها after 6 months ترجع تعيد البيوبسي بدك تتأكد أنه صار بالبشر ما صار بالبشر. الاتيبيا يفضل أن عملهم hysterectomy with bilateral cell binjo epithelium.
اذا كونفيرم انه فايبرويد ممكن تخليه لانه هذا الفايبرويد وود تايم مع المينوبوز رح يصير في شيء. اوكي البولت بده ينعمل له ريبوتي ريموفال والسيرفايك كمان نفس الشيء. طيب رح نحكي عن السيرفايك الاندوميتريال كانسر هو الموست كومن مالجنسي بالجينيتال فيميل جينيتال تراكت الفورث كانسر افتر بريست لاين ان كولوريكتال. الانسز هسه تقريبا اراوند 61 يير اولد عادة بيكون 75% post menopausal women 5% ممكن يصير before age of 40 2 types of endometrial cancer اللي هو estrogen dependent type 1 و non estrogen dependent اللي هو type 2 الاختلاف بيناتهم estrogen dependent بيكون اللي هو perimenopause لسه في عندهم estrogen بيكونوا atypical hyperplasia الhistological type endometrioid وطبعا هذول الجينيتيك فاكتورز او شو بيلاقوا بالامونستين تايب 2 نون استروجين ديبندنت هذا بيكون بوست منوبوز اندوميتريال كانسر بيكون الهاي جريد لهم هاي سيروس او كلير. اوكي فالسيبير فورم اللي هو تايب 2 هذول بيكون ما في عندهم استروجين التايب بيكون سيروس وكلير اللي هذول احنا عاده بنعتبرهم زي الاوفيريان كانسر. اوكي بيكون أجلسل وبي 53 الموست كومن هو تايب 2 تايب 1 اللي استروجين ديبندنت بيكونوا أدينو كارسينوما حكينا الباثولوجي هذاك بيكون سيلس أو كلير سيل بيكون لو جريد ويل ديفرنشيتد وبي ايرل ستيج والبروجنوسيس لهم جود. التايب 2 العكس هذول بيكونوا عادة أجلسل ليت ستيج بور بروغنوسيس والتايب لإلهم سيروس فابيلاري كلير سيل أو موسيس. السيمتومز هالي قوس من جوز البيدين ممكن يصير عندهم إرغيولار بيدين هيبي بيريود ووتري كمان ديسشارج وبين والأدر سيمتومز أوف ماليجنانسي لوس أوف ويت لوس أوف أبيتايت. الساين ممكن اليوتيروس اللارج مش دايما مش شرط يكون في اللارجمنت إذا فيه كمان متاستاسيس ممكن نلاقي بالفابل ليمف نود أو فاجينال ميدلول. السبريد لإله اللي هو إيدر دايركت بيكون بالإندوميتريال بعدين بيطلع الأول للتيوب الأوفري أو للبلبس أو الليمفاتيك بوبلات. الدياجنوسيس بالبايوبسي زي ما حكينا أي مريضة بوست منوبوز بدها بايوبسي سمير ترانسفيرجن ألتراساوند وإذا كون فيه بدنا نكمل اللي هم الويلث أب اللي نعملها سي بي سي وكبتورين وأذر إيمجز اللي هي الام ار اي مشان نشوف الميتاستاسيس لوين واصل وتشست اكس راي. الستدي اللي بنعملهم إيمجينج تشست ام ار اي أو سي تي. الستيجينج اللي هم ستيج 1 وستيج 4 وستيج 1 نرجع نقسمه حسب قديش الانفيجن برسنتج أقل من 50% بيكون 1A 1B more than 50 بس لساته بالمي متبينت 2 اللي هو beyond the uterus 3 local spread من A ل C2 و4 اللي هو طلع بالدادر للبوزة والبول وآخر إشي هو 4D بيكون عندهم inguinal cervical lymph nodes positive. أوكي هاي رسمة الستيجز 1 2 3 4. البروغنوسيس حكينا الجود بروغنوسيس بالتايب 1 اللي اسمه الديبندنت بعد البروغنوسيس في اشياء بتحكي لنا انه يكون بعد اذا كانت اول التايب نون اندوكتيوبيك كبير والسيرس والسينس الجريد هاي جريد الانفيجن السايز الهرمون ريسبتور بوزيتيف ولا لا والستيج والليمف نود ميتاستاسيس. المانجمنت حسب الستيج ستيج 1 عادة نكتفي بالهستيكتومي بالبايلات لسالجيكتومي ما في داعي للنور بعد هيك ممكن نحتاج راديو أو راديكال هستيكتومي. ستيج 4 عادة هدول يكونوا بانيتب ما بنعملهم. الريفرنس عادة within 2 years وين most common site للريفرنس حكينا most common site for recurrence for endometrial cancer بالفاجينال كاب. ايش هو الفاجينال كاب؟
بعد الهيستركتومي في فيوتشر ديش احمد الابر فاجينا يس اذا بتصير فوق الفاجينا بالضبط اذا بتصير ريفرنس على الفاجينا الكب بس ممكن اني وين بس نوصلهم على الفاجينا within 2 years تقريبا 70% survival within 5 years هي 60% وزي ما حكينا تايب 2 بنعاملهم as an ovarian cancer. اي سؤال؟ اي سؤال؟ Okay.